الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. بعد خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، كيف يبدو المشهد؟ ما هي تداعيات هذا الخطاب على قطاع غزة وعلى لبنان يلي كان وارد في خطاب نتنياهو أيضا في الداخل؟ هل من رئاسة أم أنه كل البلد مجمد إلى ما بعد حرب غزة؟ اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك الوزير السابق كريم بكردوني. صباح الخير. صباح النور. تتذكر أنا وياك كنا سوا صبيحة 27 لما بعد ما صارت الحادثة، الحدث الكبير إذا بدك يلي رح يغير وجه المنطقة على ما يبدو، وكنا عم نحاول نقيمه. اليوم من بعد رح يصيروا سنة، بعد شهرين، بعد 10 أشهر، شو تقييمك للمشهد الإقليمي يعني المرتبط بغزة؟ كيف ستنتهي غزة أو مصير غزة، خصوصا وأن نتنياهو امبارح ما رحم؟ إيه نتنياهو، خلينا نخصص نتنياهو بالأول. نتنياهو امبارح كان عم بيعمل مرافعة شخصية تيبرر اللي عم بيعمله، يعني هو بيعرف حاله أنه مجرم حرب، وبالتالي محتاج لحدا يدافع عنه، وعم بيدافع عن حاله تيبرر اللي حدث. بس هذا مش هيدا الجانب الأساسي. الجانب الأساسي إنه شو الحل اللي عم تسألني. أنا برأيي آجلا أم عاجلا، وإن شاء الله تكون عاجلا، الحل الحقيقي إيجاد دولة فلسطينية. ما في حل تاني. نتنياهو ما بده. هلأ نتنياهو ما بده. كل اللي عم يعمله نتنياهو ما بيودي لحل دولة فلسطينية. يعني شفت شو عم يصير بالضفة؟ حتى الضفة اليوم مش خالصة. هلأ عم تقولي شو الحل؟ ايه. انا ما عم بقول لك الحل، وانا ما عم بقول لك حل بكره، بس عم بقول الحل الحقيقي لأزمة المنطقة كلها هي بإقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني. يعني هذا الشعب الوحيد بالمنطقة، ما بعرف إذا مش الشعب الوحيد في العالم، نعم، موجود وما عنده دولة. عادة بيخلقوا يعني الدول معمولة لحل مشكلة الشعوب. نعم. هذا شعب موجود عم بيقاتل من فترة طويلة وأثبت قدرته على القتال، دائما في رهان إسرائيلي وأحيانا أمريكي وأحيانا أوروبي بالقول أنه لح الفلسطينيين ينسوا. ما رهان أنه الفلسطينيين لح ينسوا أرضهم، رهان خاطئ. هلأ كل اللي بيعملوه مش مظبوط، يعني مش بالضرورة مظبوط، بس في حق عم بيلاحقوا، حق بدولة قائمة. هلأ أدي بتاخد وقت هذه الدولة، بتضل الأزمة قائمة. الحديث هلأ اقتنعت إسرائيل، خلينا نصور صورة أنه القوة هي يلي بتعمل الحق، وأنه إسرائيل فيها تعيش على القوة. إجا وقت هلأ بعد 75 سنة، 75 سنة بعد القوة ما عملت دولة مقبولة ودولة معترف بها. إسرائيل ما زالت حتى اليوم غير لسبب، الحل هو الدولتين، دولة على أرض فلسطين، دولة إسرائيل، نعم، ودولة والدولة الفلسطينية. نعم، هذا هو الحل. أنا بعتقد هذا هو بس الحل. إلى أي مدى برأيك هو حل ممكن أنه يصير؟ يعني اليوم نتنياهو مش قبلين، هلأ نتنياهو ما بعد نتنياهو، هل ممكن اليوم إسرائيل تقبل بحل الدولتين، خصوصا وأنه عندها الهاجس الديموغرافي دائما موجود؟ يعني دائما إسرائيل تعتبر أنه إذا اعترفت بدولة فلسطين وعملوا أرض مثلا 67، إذا افترضنا وصلنا لهون، عندها هاجس ديموغرافي أنه يوما ما هذه الدولة رح تكبر ورح تنمى وممكن ترجع تشكل عليها خطر. ايه انا بعتقد اسرائيل ما قادرة هي تشكل لوحدها الحل. بعدين اسرائيل انعملت بقرار من الأمم المتحدة. شو بيمنع هلأ مع تتخلص الانتخابات الأمريكية وتستقر الأمور نوعا ما بالخارج بصورة خاصة بالولايات المتحدة، شو بيمنع يصدر قرار بدولة فلسطينية مثل ما صدر من 75 سنة قرار
بدولة إسرائيلية، ما في شيء بيمنع. إسرائيل قامت بقرار دولي، والدولة الفلسطينية ممكن أن تقام بقرار دولي. نعم. وأنا معتقد أن الأمور رايحة بهالاتجاه. بهذا الاتجاه. يعني حتى لو صار ترامب رئيس جمهورية. الأوروبيين مثلاً. شوف الأوروبيين. الأوروبيين في تحول كبير عندهم. الأمريكان صاروا منقسمين. ناس بيقولوا لازم الحل بالدولتين. نعم. وناس بيقولوا لا. ديموغرافيا وكذا. نعم. يعني بيعطوا كل هالهادي تقولوا لا هادي ما مش حل، لازم يكون في دولة إسرائيل الكبرى. المشروع هلا بين أو دولة فلسطينية مشروع الدولتين، أو تنفيذ لمشروع بيكون إسرائيل عم تشتغل عليه ونتنياهو عم يشتغل عليه. نعم. تنفيذ لمشروع إسرائيل الكبرى، وهون دور العرب. يعني العرب هل مع مشروع دولة الكبرى؟ قصدك إسرائيل الكبرى يعني؟ إسرائيل الكبرى بأي حدود أصدق؟ البحر للنهر. هذه شوفي بس هذا كمان غير واقع. بنغوريون ومن بعده موشي ديان، هذه كانوا اعتقادهم دايما، يقولوا نحن لازم نعمل حق، يعني القوة هي الحل، والحل يتم عن طريقين. الطريقة الأولى أنه نعمل حروب على أرض الغير، والأمر الثاني أنه نقدر مش بس نعمل حروب على أرض الغير، نعمل الحلول، نفرض الحلول نتيجة هذه الحرب. هذا تفكير كان واضح. اليوم لأول مرة بصير الحروب مش على أرض الغير، بصير الحروب على أرض إسرائيل. نعم. وكانوا يقولوا أن الحروب يجب أن لا تدوم أسابيع. نعم. يجب أن تكون أنت يعني أن تنتهي بأيام. نعم. لأول مرة 10 أشهر صاروا. لا مش بس ما انتهت بأيام وأسابيع، صارنا 10 أشهر لسبب في متغير أساسي. نعم. يعني اللي عم بحكي قائم على متغير حدث حصل. أنا ما عم بحكي يعني أحلام أو أفكار عامة، أنا عم بحكي أنه الواقع اليوم إسرائيل ما عادت إسرائيل 67. نعم. بعده نتنياهو عم بتصرف كأنه 67. نحن اليوم صرنا بوضع الحرب على أرض، صحيح على أرض العربية، ولكن أيضا الحرب صارت على أرض إسرائيل. ثانيا الحرب ما عادت، ما انتهت أشهر صار لها، ويمكن بدنا نقارب السنة يعني ب 31 أكتوبر. طيب. صار لنا سنة بحسب السبب. إيه؟ السبب أنا بدي بلش أقول أنه نتنياهو خسران. أنا برأيي ما عاد في تفكير أنه شو بده يعمل. نتنياهو خسران. هلأ كيف بيبيع خسارته وكيف بيجمل موقفه؟ وما تنسى أنه 40,000 إذا مش 40,000 39,000 وكذا شهيد، بيناتهم 40% أطفال. نعم. هذه أمور ما بتمر. يعني فينا ما نحكي فيها بس ما بتمر. اثنين، الأمر الثاني اليوم في محاكمة دولية لنتنياهو. نعم. ما إلها قيمة تنفيذية، ولكن إلها قيمة معنوية مع الوقت. يعني ما نصدق انه هالامور هيدي ما هيدي ايه، ما في قوه تنفيذيه تروح تقرر شو عملت المحكمه الدوليه، ولكن المحكمه الدوليه قرارها بحد ذاته تبدل. نعم. انا برايي اسرائيل عم تخسر والفلسطينيين عم بيربحوا من وقت ما عملنا الحلقه سوا، من وقت 7 اكتوبر. 7 اكتوبر على الرغم من كل الخسائر بغزه. طبعاً. طبعا. وهذا الشيء برايك رح يودي حتما الى دوله فلسطينيه، الى الاعتراف بدوله فلسطينيه؟ انا بعتقد هلا عم بقول عاجلا ام اجلا. ايه؟ انا بعتبر انه يمكن اجلا اكثر من عاجلا. اجلا. اجلا. يعني بعد الانتخابات الأمريكية كان لافت جدا كلام ترامب، يعني حتى عم تقول حضرتك لو وصل الرئيس دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فإنه
آجلا سيتم الاعتراف بدولة فلسطين حتى بعهد ترامب يلي حكي عن أنه يريد السلام في الشرق الأوسط وكان لافت هذا الأمر؟ لك ما تصدقي عم بحكي عن الأمريكان ايه؟ ما تصدقي يلي بيقولوه معناتها يلي بيفعلوه. نعم مرات بيقولوا شيء وبيفعلوا شيء آخر. لسبب الأمريكان اليوم للي بده يستلم أيزنهاور قال منيحتها من حظ أمريكا إنه المرشحين ما بينفذوا اقتراحاتهم، لأنه لو بينفذوا اقتراحاتهم ما بقعد في أمريكا. لسبب أنا بعتقد إنه الواقع الحقيقي هو الآتي علينا خلال الأربع سنوات القادمة من عهد الذي سيربح بين كمالا هاريس أو دونالد ترامب. طبعا وهلا شو بيقول تيعمل رئيس جمهورية شيء يعني كمرشح وشو بيعمل كرئيس دولة شيء آخر. نعم طيب الاعتراف بدولة فلسطينية كان لافت جدا امبارح من اليومين الماضيين محادثات بكين اللي صارت ايضا بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وحماس يلي كررت مثل انه اعترافها او قبولها بحدود ال 67 ما هيك؟ ايه طبعا هي بالوثيقة السياسية سبق وذكرت هذا الموضوع وهلا كررته بالمصالحة. خلينا نقول شو الأولويات بالمفاوضات الآتية، يعني في مفاوضات جارية والمفاوضات متعددة الجوانب. يعني مفاوضات في مفاوضات مثلا أمريكية إيرانية انسيها لأنه توقفت. ما التوقف أو الانسحاب من المفاوضات هو جزء من المفاوضات، يعني لما بيقرر طرف يجمد مفاوضات أو بيقرر طرف ينسحب من المفاوضات مش معناتها انتهت المفاوضات، معناتها في خطوة هلأ تانية بدها تجي من بعد ذلك. اليوم في تقارب لا شك، تفاوض ما عم بقول تقارب، تفاوض أمريكي تنكون واضحين، أمريكي إيراني هذا تفاوض أساسي للشرق الأوسط. نعم وبالتالي أنا بعتقد أنه حماس مثلا هذا كانت ضد الدولة الفلسطينية لما اجى اوباما. نعم اوباما اقترح اقترح دولتين باخر عهده، باخر تاني شقفة من عهده، يعني بعد 8 سنين قبل ما يترك اقترح الدولتين. ما صارت ويمكن لازم كان يقترحها باول عهده مش بنهاية عهده. طيب بس بعدها مطروحة الحديث، أنا ما عاد حدا عم بيحكي عن رئاسة أوباما، بس الكل بعدهم عم بيحكوا عن دولة فلسطين. لسبب اعتقادي أنا هلأ المفاوضات رح تبين إذا رح تكون عاجل أم آجل. نعم من موضوع الرهائن، موضوع الرهائن مسألة أساسية جدا. هلأ عم بيقول نتنياهو أو يعني فريقه عم بيقول انه بعد عودة نتنياهو من الكونغرس، امبارح شفنا المشهد الكونغرس والتصفيق هلا بنحكي عنه شوي، من بعد عودته رح يستأنفوا المفاوضات وفي كلام جدي جدا عن هدنة وتبادل أسرى. انا بعتقد في هدنة، انا بعتقد السياسة الامريكية هلا خلينا نحط الامور بهذا، السياسة الامريكية ما بتتغير فجأة من محل لمحل، هي دولة كبرى. نعم يعني بتكون مقررة حاطة خطة بتعلن عنا من حين إلى حين وأحيانا ما بتعلن عنا. شيء يلي حاليا مطروح عملي بالمباشر مطروح موضوع الرهائن، لأنه في رهائن عند الإسرائيليين وفي رهائن عند حماس يعني الفلسطينيين. لا شك أنه موضوع الرهائن إذا تقدم مثل ما عم ينحكى هلا، إذا تقدم معناتها تقدمنا بالحل، وإذا ما تقدم طبعا معناتها بعده الحل مش مقبول. نعم لسبب اليوم أنا بقول بشكل واضح، أنا عم تابع مباشرة شو عم بينحكى بإسرائيل عن موضوع الحل أو عن موضوع الرهائن. نعم يعني هذا الموضوع الأساسي أساسي يعني في بأمريكا. صحيح استقبلوا استقبال كبير لنتنياهو مش جديد، يعني
كل إسرائيلي راح على يعني كل مسؤول إسرائيلي راح على أمريكا بيعمل خطاب والكونغرس بزقفوا له وقوفهم وبتنتهي هون. يعني أخذ علم وخبر يلي هلأ أنا بشوفه. إذا قضية الرهائن بتتسرع بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة، نعم، معناتها بلشنا بالحل. إذا ما بتتسرع معناتها بعده القتال كبير. ما في حل بدون غزة. خلص غزة صارت هي بداية الحل. نعم. وإحدى المسائل يلي بيصير فيها تبادل هي الرهائن. نعم. صارت هي الموضوع. أنا بالنسبة لي أنا عم تابع شو عم بيقولوا الإسرائيليين عن الرهائن. نعم. في انقسام. في ناس بيقولوا بكرة روح يا نتنياهو وعمول صفقة تبادل الرهائن، وفي ناس بيقولوا اتركن خلص. أنه طيب لنشوف هلأ شو بده يصير، طالما كان عم بيقول نتنياهو أنه في محاولة جدية هلأ لصفقة لتبادل الرهائن. ماذا عن لبنان؟ كمان نتنياهو امبارح لما صفقوا له وقوفا بالكونغرس وكان معه رهائن وأهالي رهائن، تحدث عن لبنان أنه لن يقبل بأن تكون حدوده الشمالية هيك، وأنه في عنده كمان مهجرين وإلى آخره. هل يعني ذلك إمكانية توسع بالحرب على لبنان برأيك؟ هل يستطيع نتنياهو أن يتوسع بالحرب أم أنه حاليا هو أضعف من ذلك؟ شوفي، أن يتوسع بالحرب يعني الذهاب إلى حرب إقليمية. ما بعرف هلا، في لأنه في عدة سيناريوهات. في سيناريو أنه الحرب الإقليمية اللي بيستبعدوها، بس في سيناريو آخر اللي هي توسع بالحرب بلبنان من دون بس بأهداف مركزة تخص حزب الله، يعني البنية التحتية لحزب الله. شوف، واحدة من الأمور اللي أعلنها صراحة نتنياهو بعد 7 أكتوبر اللي أعلنها صراحة هو القضاء على حماس. صح. مش هل قضى على حماس؟ لا هلا لا. ذات الأمر بالنسبة لحزب الله، إذا ما قدر قضى على حماس يلي هي أضعف، يعني حزب الله أهم من حماس، وحزب الله تقريبا يمكن بيدرب حماس، يعني هذه أسرار ما بنعرفها. بس للي ما قدر بعد يتغلب على حماس، يقضي على حماس، هل يستطيع أن يقضي على حزب الله؟ طبعا لا. طبعا لا، لسبب أنا بعتقد الحرب بلبنان إما بتضل حرب اشتباكات، نعم، مثل ما هلأ عم بيحصل، يعني أو وصلت أو وصلك، يعني هذه مش معناتها متفقين، بس معناتها عم بجديين، يعني أنه كلنا مستعدين للحرب على الجبهة اللبنانية. طيب. أنا بعتقد اعتقادي أنه الجبهة اللبنانية بتتوقف لمن بتتوقف جبهة غزة. غزة طبعا. إذا ما خلصت قصة غزة ما بتخلص قصة الاشتباكات في لبنان. نعم. هي أول وحدة. تاني وحدة، إذا إسرائيل ما قدرت تغلبت على حماس، هل تستطيع أن تتغلب حزب الله؟ أنا أستبعد. هل المطلوب يعني هون بموضوع حماس دائما بيحاولوا يفصلوا بين الجناح السياسي والجناح العسكري، أنه نريد أن مثلا أنه نتخلص من القيادات الميدانية لحماس، ولكن بعدين حماس السياسية تستطيع أن تدخل في حكومة مشتركة مع منظمة التحرير، وهذا أصلا اللي بلشوا يحكوا بالمصالحة أنه حكومة وفاق وطني. بخصوص حزب الله، مش بالضرورة القضاء على حزب الله، بس في كلام عم يطلع واللي قاله امبارح نتنياهو أنه على حزب الله أن يلتزم بال 1701 وأن يتراجع جنوبا بالحسن، يعني بالطرق الدبلوماسية أو بالحرب. هل بيقدر مش يقضي عليه أنه يخليه يتراجع 10 كيلومتر 12 كيلومتر ما بعرف قد ايه؟ شوفي، أولا الـ 1701 مش محدد بالضبط حجم رابط تراجع حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل، يعني في ارتباط بين التراجع عن الحدود، يعني خلق منطقة زون. نعم. هيدي خلق منطقة خلينا نقول فيها الأمم المتحدة بشكل عام والجيش اللبناني. والجيش اللبناني. هيدي المنطقة
مش محددة بالضبط إذا 10 كيلومتر أو 30 كيلومتر. هاي أول شغلة. تاني شغلة، نزع سلاح حزب الله موجود بال 1701، ولكن هل نزع سلاح حزب الله من أي منطقة؟ من كل الجنوب؟ من جنوب الليطاني؟ من الجنوب، من جنوب الليطاني كمان. بنرجع على قصة بعدين، الليطاني عند إسرائيل مش بس قضية أمن، قضية مي. يعني اللي بيكون على حدود أي، لكن الليطاني هو النهر الوحيد بالمنطقة. نعم. يلي ببلش بلبنان وبينتهي بلبنان. إذا هيدا إذا بدك نهر لبناني بامتياز. هلا كيف بتقرري استخدام في قوانين دولية اللي عم بحكيه عم جرب سهل بسط. نعم. هيدا يلي بيكونوا على خط على جانب من النهر لهم حصة بالنهر. بتفاوض عليها طبعا، مثل نهر النيل مسألة طويلة عريضة. نعم. بالتفاوض في 4-5 دول. نعم. لهم حقوق بالمياه. صحيح. هيدا لبنان ما حدا له حق إلا هيدا. إسرائيل شو عم تسعى من زمان؟ إسرائيل تسعى إلى أنه تبعد هيك عملت مع الفلسطينيين، بعدت الفلسطينيين إلى حدود 45 كيلومتر. شو 45 كيلومتر؟ هو أمرين، الكاتيوشا، والأمر الثاني هو المياه. يعني لما بتوصلي على حدود الخمسة الليطاني معناتها بصير إلك حصة بالمياه، مش بس إلك حصة بالأرض. إيه. لسبب حضرتك عم تقول إنه إسرائيل تسعى إلى الدخول إلى الأراضي اللبنانية وصولا إلى الليطاني؟ ما فهمت. عم بتقول إنه اللي بيوصل على المياه بيكون له حصة بالمياه. اوكي، بس اليوم نهر الليطاني لبناني والحدود اللبنانيه معروفه، هل تقول انه اسرائيل اليوم بدها تفوت على الاراضي اللبنانيه؟ اذا بدها تدخل، اذا فيها تدخل، لانه انا برايي اسرائيل بعدها تحت صدمه 2006 تموز 2006. اذا بدك عمل صدمه باسرائيل، صدمه بالمعنيين، صدمه برده فعل اكثر تطرفا، وبصدمة بتفاهم أكبر للحل. نعم. طول إسرائيلي شو هنا فيه بالداخل هذا، بس عم بحكي هلا إسرائيل بالنسبة للانسحاب 1701 بتطالب بالأربعين كيلومتر بعد ما وصلوا لهون بالمفاوضات. وأنا برأيي ما بتقدر تعمليها على 10 كيلومتر 15 كيلومتر. هيدا اللي بدي اسالك اياه، انه 40 كيلومتر يعني شو؟ بس دائما ليك اسرائيل دائما بتطرح مسائل مستحيله مش اول مره. ايه، بس برايك انه 1701 سيطبقه حزب الله من ناحيه مثلا تراجع لمده مثلا 10 كيلومتر او عدد من الكيلومترات ما بعرف قد ايه، برايك اليوم الحل بالحدود اللبنانيه؟ لانه اسرائيل تعتبر انه هذا الاشتباك اليوم هو ما بقى مرتبط بقطاع غزة، ما بقى مرتبط بالحرب بغزة، حزب الله يربط غزة بلبنان، بس إسرائيل تعتبر أي حل لهذا الاشتباك مع لبنان هو مدخله الاتفاق على الحدود وتطبيق 1701. كيف يمكن برأيك يعني إيجاد هذا الحل؟ كيف يمكن تطبيقه؟ كيف يمكن إخراجه؟ في أي حل يتطلب أمرين. أمر الأول هو ميدانيا، من ينتصر ميدانيا يفرض شروطه على الأمر الثاني، المفاوضات السياسية. اليوم بموضوع الجبهة اللبنانية، لا شك أنه حزب الله فرض قرر، أولا ما اتخذ قرار لبناني، قرر هو أنه يربط غزة بجنوب لبنان أو العكس. نعم. يربط جنوب لبنان بغزة. هاي أول شغلة. هلا الشغلة الثانية، عم بيقول بوضوح أنا عملت الحرب بس دولة اللبنانية بتفاوض. نعم. يعني أمرين جرب، عم بيجرب حزب الله يجاوب على الأمرين، أنه أنا اللي هعمل حرب مرتبطة بغزة، وتاني أمر
الدولة اللبنانية هي اللي بتفاوض إسرائيل فيما يتعلق بتطبيق 1701. نعم. ولسبب نحن راح يعني ذاهبون هيك مثل ما أني شايف إلى هذا الوضع. يعني في وضع عسكري. شوفي الوضع العسكري لوحده ما بيكفي. الوضع العسكري سواء ربحتي أو خسرتي في جزء تاني هو التفاوض يلي بكرس الخسارة أو الربح. نحن فيما يتعلق بموضوع إسرائيل 1701 مش جديد، من 2006 صحيح 1701. صحيح. وللي عم رفضوا هو إسرائيل، والرفض وحتى حزب الله بوقت تحفظ عليه وزارة الخارجية عطت رقم ما حدا قال له مش مزبوط، أنه من بعد 17-18 سنة نعم إسرائيل قايمة ب 36 ألف خرق لل 1701. 36 ألف صح، مش صح. 360 صحيح. 36 ألف خرق لل 1701 صحيح. معناتها إسرائيل ما بدها ال 1701. هلا الواقع تغير، والواقع اللي تغير انه صار في عم إسرائيل عم تضرب على الأراضي اللبنانية، بس كمان في حزب الله عم بيضرب على الأراضي الإسرائيلية وعم بيروح يعني ضحايا من الجانبين. طبعا هيدا بداية للذهاب إلى التفاوض. نعم. الذهاب إلى التفاوض هلأ معقد معقد، لأنه في من جهة التفاوض بغزة، من جهة التفاوض بالجبهة اللبنانية. نعم. وهودي مرتبطين ببعضهم لسبب انا لا ارى انه لا تفاوض بلبنان قبل التفاوض بغزه. انا قلت لك اتمنى ان يكون عاجلا الحل بالدوله الفلسطينيه، ولكن انا شايفه اجل. نعم. يعني قصدك بالسنين، يعني خلال اشهر. يعني عم بتقول انه نحن مستمرين على هيدا الحال؟ ايه انا اخذ لمده ايه شو أنا سنوات سنه اذا سنوات انه لك. ما هي كمان في يصير هدنة غير معلنة، يعني تعودنا عليهم هون. في هدى مثلا بعد 2006 بعد حرب تموز. نعم. صار في هدنة. ايه بس صار في هدنة بعد 17-01، يعني بعد ما صار في اتفاق صار في هدنة غير معلنة، وكلهم بعدهم عم بيتفاوضوا عم بيحكوا على 1701. في عدة آراء حول 1701، يعني كيفية تطبيقه ودور الجيش اللبناني ودور اليونيفيل وكل ذلك. لسبب انا بعتقد انه لسنا على ابواب حل قريب. عم بحكي عن هلا عن لبنان. وانا بعتقد هذا الحل القريب يبدا، رح تتعجبي وين النقله. نعم. يبدا بانتخاب رئيس جمهوريه بلبنان. وما دام رئيس الجمهوريه مرتبط بشروط غزه او بشروط أخرى، يعني 1701 معناتها نعم. نحن ما رح نبقى طويلا في هذا الوضع. نعم. بس لما تقول أنه الحل يبدأ من رئاسة الجمهورية، ليه؟ لأنه وحده إقامة رئاسة الجمهورية معناتها بصير في حكومة مش انتقالية أو حكومة تصريف أمان، حكومة أصيلة، حكومة قرار. طيب. وحكومة القرار بتقدر تاخد تعمل المفاوضات اللازمة لوقف إطلاق النار ولوقف الحرب ولموضوع الرهائن، كلهم بيصيروا موضوع قابل للنقاش. بس ما أهمية رئاسة الجمهورية وحكومة القرار إذا كان حزب الله لا يريد هذه المفاوضات قبل إيجاد الحل بغزة؟ يعني قصدي شو أهمية هذه، يعني الوصول إلى رئاسة وحكومة إذا كان الحزب أعلن أنه أنا ما رح أوقف الجبهة قبل ما تخلص غزة؟ شوفي الحزب عم يعلن هالشيء وعم ينفذ هذا الشيء. نعم. مش بس عم بيحكي، عم بينفذ. بس في شيء يلي عم بيقوله الحزب نفسه انه في دور للدوله اللبنانيه. اليوم الدوله اللبنانيه مش موجوده. ما عم بيحكي قديش بتقدر تكون موجوده، عم بيحكي انه بدون رئيس جمهوريه ما في جمهوريه مؤجله. السبب بقدر ما بيتقدم موضوع، أنا برأيي فيه له أولوية انتخاب رئيس جمهورية، مش بس أولوية لبنانية، له أولوية إقليمية. اليوم
عدم وجود رئيس جمهورية بلبنان عم بيأخر حل. حكينا عن 1701 نعم. وحكينا عن الليطاني وحكينا. أنا برأيي رئيس جمهورية لبنان ضرورة للبنان، بس أيضا بات متعلق بالوضع بالمنطقة. نعم. يعني لما بيصير في رئيس جمهورية بلبنان معناتها صار في اتفاق ما معلن أو غير معلن. نعم. بالمنطقة. بس هل ترى حضرتك معناتها عم في خطوة للأمام نحو إيجاد حل؟ بس هل ترى في إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية قبل ما تخلص حرب غزة؟ شوفي، أنا اعتقادي حرب غزة ما رح تخلص. يعني ما بتخلص الحرب ميدانيا معناتها بقى الحرب مستمرة. هلا القبول بمفاوضات، بالتأكيد المفاوضات للدولة اللبنانية لازم تكون موجودة، بعدين ما تكون الدولة اللبنانية الموجودة دولة انتقالية أو دولة تصريف أعمال، نعم، تصبح مع رئيس الجمهورية بتصبح دولة حل، نعم، أو إمكانية حل. لسبب أقول انتخاب رئيس جمهورية اليوم من المرات القلائل، انتخاب رئيس جمهورية مرتبط بالمنطقة والمنطقة مرتبطة بانتخاب رئيس جمهورية. في واحد يعني لحقلك ب 1958 نعم انتهت، كانت حرب داخلية 7-8 أشهر ضلت. 1958 انتهت باتفاق بين ميرفي بسموها سادة ناصر ميرفي عبد الناصر، يعني مصر عبد الناصر، نعم، والأمريكان ميرفي عملوا اتفاق وجابوا فؤاد شهاب، حلوا المشكلة تاعتا وما قدروا يتحركوا قبل ما يجيبوا رئيس جمهورية بلبنان. تاني مرحلة الطائف شو صار؟ هو كناية عن الاقتتال. نعم. الحل شو صار؟ الحل صار أولا بانتخاب رئيس جمهورية، وانتخب أول رئيس جمهورية وانتخب تاني رئيس جمهورية، يعني انتخب رنا معوض واستشهد ووجا الهراوي الياس. نعم. الهراوي، بس نفذوا حل من خلال رئيس الجمهورية. هل انحلت مشاكل المنطقة لأنه صار عندنا انتخاب رئيس جمهورية؟ مش صحيح. انحلت المشاكل اللبنانية الداخلية أو صار في حدا يدير الجهاد ويكون جاهز لإدارة الطائف. مشاكل الأقليمية. نعم. بعد الطائف بدأت من هون أهمية انتخاب رئيس جمهورية اليوم، أنه أهميته أنه اليوم أن يكون مشرف على هذه المفاوضات، يكون مشارك يكون مشارك دائم. نعم. يعني دستوري. يعني حاليا نحن بوضع تصريف أعمال مش بوضع دستوري. نعم نعم. بدي أتوقف مع فاصل إعلاني، من بعد الفاصل الإعلاني بدنا نحكي شوي ب شو كنتوا عم بتفكروا حضرتك والنائب ملحم رياشي. من هديك الأسبوع كان ضيفنا وكان عم بيقول أنه كنتوا عم تتناقشوا سوا بإمكانية طرح معين أو أفكار يعني معينة حول الرئاسة أو لا. وبدي أحكي معك كمان بموضوع رئاسة الجمهورية بلبنان، من يمكن أن يكون رئيس جمهورية اليوم بلبنان بهذا الظرف الحساس؟ وبدنا نحكي أيضا عن طرح النائب علي فياض يلي حضرتك أكيد قريته وفي كتير تعليقات عليه، منهم من قرأه بإيجابية، منهم من قرأ فيه ثغرات يعني. بس بدأت أقف مع فصل قصير ومنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف أساس كريم بكرادوني. بدي أرجع رحب فيك. كنا عم نحكي قبل الفاصل شو هي الأفكار اللي عم تطرحها حضرتك وملحم رياشي عم بتفكروا فيها حول الرئاسة، حول الحل. طالما هلأ قبل الفاصل يعني كنا عم نحكي عم تقول أنه لما يصير في نية وقرار بانتخاب رئيس جمهورية يعني هذه بداية حل حتى لو بعد الحرب رياشي. أولا ملحم صاحبنا صديقنا ملحم رياشي من السياسيين القليلين يلي عرفته يلي مسألة وحدة الصف المسيحي هم من همه بسعى إليه
ويضل يشوف كيف من أي طريق بيقدر يتوصل لهذه المسألة. وبعتقد أنه معه حق، لأنه وحدة الصف المسيحي يعني يستمر لبنان موحدا، وعدم وجود إذا بدك وحدة مسيحية أو صف مسيحي معناتها لبنان بعده مطروح بحالة عدم تقدم يعني، وعدم لعب الدور، وعدم انتخاب رئيس جمهورية، وكل هودي مرتبطين بهالنقطة لسبب ملحم من الناس يلي يسعون بشكل مستمر إلى وحدة الصف المسيحي، وبيروح عليها ما حدا بيطلب منه. نعم. هو بيبادر لسبب، لما تلقيت أنا وياه حكينا بهذا الموضوع، أنه هلأ كيف ممكن تصير وحدة الصف المسيحي وهنا مش قادرين يتفقوا على رئيس؟ ما هو واحدة من الأمور يلي ضرورة لبنانية، خلينا ننسى هلأ المنطقة شوي، ضرورة لبنانية هي انتخاب رئيس جمهورية. نعم. ما بتقدر يعني أنت الآتي علينا إذا بقينا بهالحل ما في دولة، ما حدا بيعرف شو. نعم. ممكن يجمد محله، ممكن يدهور فجأة. صحيح. ونعيش يعني ملحم وأنا وكتار نعيش قلق الغد، قلق اليوم الثاني. نعم. لسبب اليوم أنا برأيي أول شغلة لازم نشتغل عليها بمعزل عن الأوضاع هي انتخاب رئيس، لأنه يعني انتخاب رئيس هو بداية لوجود دولة طبيعية. أوكي. عادة لما إجا مثلا الكاردينال بيترو بارولين على لبنان وراح عند الرئيس بري، قال له الرئيس بري فليتفق المسيحيون على رئيس ونحن بسهلوا علينا المهمة، انطلاقا من هون وانطلاقا من الشيء اللي عم تتفضله حضرتك بهذه المهمة، أنه من يمكن أن يكون اليوم رئيس جمهورية؟ عند مكان الرئيس ميشيل عون، عند من انتخب تمسك حزب الله بالرئيس ميشيل عون على اعتباره أولا حليف وثانيا هو صاحب أكثر تمثيل مسيحي، وبوقتها مثل كأنه صار في خطاب مسيحي أنه الأكثر تمثيلا يصل إلى الرئاسة. اليوم الأكثر تمثيلا هلأ هنا عم يتنافسوا، بس يمكن في كتير بيقولوا بحسب الأرقام أنه سمير جعجع. اليوم هل يمكن أن يكون الأكثر تمثيلا هو رئيس جمهورية ولا نذهب إلى خيار ثالث؟ لا، ما في خيارتين. في بمر أي حل بانتخاب رئيس جمهورية. طيب. هل انتخاب الرئيس الجمهورية طبيعيا في سلمان فرنجية يلي باقي حتى الانتخابات؟ صحيح. يعني فكرة سحب أو انسحاب سلمان فرنجية أنا أستبعد له. نعم. سلمان فرنجية موجود. المعركة الطبيعية هي بين سلمان فرنجية ومش إكس. مين؟ بين سلمان فرنجية وفي جعجع من جهة تانية. لما بتحكي بسلمان فرنجية لازم تحكي بسمير جعجع، ولما بتحكي بسلمان فرنجية بتقدر تحكي كمان بجبران بسيط. بس أنا بقول المعركة الطبيعية يلي يمكن تصير، وأنا بعتقد هذا الاتجاه. كيف يعني؟ بشكله بين سلمان فرنجية وسمير جعجع. عم بتقول انه رح نوصل لوقت تصير في معركة رئاسية بين أنا بعتقد ذلك سلمان فرنجية وسمير جعجع؟ اي طبعا. انا بذكر انه بلبنان بسنة 1970 صار في معركة بين الحلف والنهج، يعني النهج كانوا الشابيين والحلف كانوا تحالف كميل شمعون وبيير جميل وريمو قدي. عملوا انتخابات، ربح سليمان فرنجية على صوت واحد. نعم. والكل قبله، كانت وقتها المجلس النواب 99 صوت واحد ربحت. للسبب أنا بقول نحن ذاهبون إلى ما شايف لح نتفق على اسم توافقي، رايحين إلى التصويت، وأنا برأيي التصويت ولو على صوت واحد رح يكون بيحفظ الشرعية اللبنانية. بس من يصوت لسليمان فرنجية ومن يصوت لسمير جعجع؟ يعني يلي بصوتوا لسليمان فرنجية منعرفهم لأنه سبق ومررنا بجلسات ما وصلوا لل 65 صوت، ويمكن إذا ترشح ضده سمير جعجع يمكن يوصل لل 65 صوت لأنه بيصير بتتغير ساعتها الموازين. يعني أنا ما ومن وين ينتخب سمير جعجع؟ أنا ما بقدر أقول لك أنه فريق المعارضة.
تغيير لكن تبديل بالترشيحات نعم بغير كل المواقف لعبة المرشحين نعم يعني يلي بيصوتوا لما بيكون في اثنين غير للي بيصوتوا اثنين غير للي بيصوتوا لما بيكون في ثلاثة وأربعة نعم لسبب أنا ما بقدر لك مين رح ينتخب سليمان فرنجي قصدي هل يحصل أي حدا منهم على 65 صوت لأنه في كلام انه اثنيناتهم ممكن ما يحصلوا على 65 صوت بنعمل دورات لحديت ما يصير في 65 صوت معمول المجلس النوابي تينتخب رئيس مش تينتظر يصير اتفاق على الرئيس تينتخبه هل هذه دعوة للوصول لخيار ثالث سريعا؟ أنا ما بعتقد في خيار بس قصدي هل وضع اليوم سمير جعجع بوجه سليمان فرنجية يمكن أن يخرج الرئاسة من أزمتها وأنه يقتنع الطرفين أنه تعوة نروح على خيار ثالث أنا يمكن هيك بس بالأكثر أنا بعتقد واحد بيناتهم بيقدر يأخذ 65 صوت نعم طبعا طيب لنشوف لسبب بس هيدا بيكون شو أهمية للي عم بقوله مش بس بأنه احتمال إذا بدنا جديا نبلش بحل بعدين عم بحكي بالأوضاع اللبنانية نعم هذا بدك تجيبي رئيس جمهورية له كينية لبنانية وله كينية مسيحية نعم يعني مسألة انتخاب رئيس جمهورية مش بس بتخص المسيحيين نعم صحيح مثل ما اختيار رئيس مجلس نواب مش بس للشيعة بخص الشيعة نعم ورئيس مجلس الوزراء الأمر نفسه مش بس السنة هيدي لسبب خلينا على الأزمة عدم انتخاب رئيس جمهورية مش أزمة مسيحية فقط أزمة وطنية صحيح هون سؤال هيك على الهامش هل تعتقد لسبب عم بقول أفضل شيء يجي الأكثر تمثيلا بـ65 صوت يعني أكثر تمثيلا عند المسيحيين وعند السنة وعند الشيعة أوكي يعني نبيه بري عند الشيعة نبيه بري ومين عند المسيحيين السنة بوضع صعب بس نجيب مئاتي هو عم يتقدم المسيحيين مسيحيا الانتخابات انتخابات بين سمير جعجع وسليمان فرنجي سمير جعجع سليمان فرنجي تعتقد الرئيس بري هيدا أفضل حل نعم وبكره بتشوفي اذا صار هيدي رح تحسي انه الدوله قلعت حتى لو كان سمير جعجع رئيس جمهوريه لانه ساعتها ممكن ممكن البعض يقرا برئاسه سمير جعجع مزيد من الشرخ بالبلد لانه خطابه اليوم على السقف تجاه حزب الله وانه الحاجه اليوم لرئيس توافقي بتعرف هذا الخطاب انه نحن اليوم بدنا رئيس يقدر يجمع مش رئيس عنده خطاب على السقف تجاه قوى تانية بتعرفي انا بقول انه بصير متفائل انه انتخاب رئيس بات قريبا لما يبلش يصير في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله إذا بلش هذا الحوار اعتبري في رئيس الجمهورية وإذا ما بلش هذا الحوار اعتبري أنه شهور الرئاسي طويل نعم قصدك حوار ثنائي؟ إيه أنا بس هذا الحوار يعني غير يعني ما في له أي مؤشرات هذا الحوار خصوصا في ظل الحرب والمواقف الحالية بدي أقول لك هالحوار ما ممكن يبلش فجأة هالحوار يتطلب وسائط يعني وسطاء يقدروا يقربوا وجهات النظر وبيتم الإعلان عنه لسبب اليوم أنا بعتقد أهم شيء هو أن يكون في وسطاء همون أنه يقربوا ما بين القوات وبين القوات وحزب الله نعم وبعدين ما في تمثيل مسيحي حقيقي بدون القوات وما في تمثيل حقيقي عند المسلمين بدون حزب الله خلينا نقول الواقع مثل ما هو وحوار هالاثنين هو اللي بيعطي نتيجة نعم طيب كنت عم تقول من شوي انه عندكم قلق باليوم التالي باليوم التالي عندنا قلق هات لنحكي شوي عن اليوم التالي بعد الحرب الدكتور علي فياض النائب عمل مطالعه طرح افكار فيها لامكانيه
الوصول إلى الحل السياسي لإدارة هذه الأزمة. ومن بين الطروحات اختصارا، لأنه أكيد حضرتك أيضا صرنا حكين عنها كثير، تحدث عن الطوائف بهواجسها وضماناتها، وتحدث عن كيفية الانتقال لتطبيق اتفاق طائف، تحدث عن السلاح وعن دور المسيحيين وإلى آخره، وعن السنة وعن الدروس. بدي أسمع رأيك بهذه الأفكار والمطالعة قائلا، يعني انطلاقا من أنه الضمانات للطوائف وتحديدا للطائفة الشيعية هي المحافظة على سلاحها. يعني يلي قالوا علي فياض طرح متكامل. يعني خليني أقول أنه إجا واحد يطرح طرح مش معناته طرح يجمع عليه الكل. المتكامل غير الكل. نعم. أنا بتصوري أنه واحدة من الشغلات يلي ما قالها فياض، ولكن مو أنا قلت هلأ هيدا، أنه السعي إلى أنه الأطراف المسيحية، يعني شو الأطراف المسيحية؟ في التيار الوطني، في القوات اللبنية أساسا. نعم. هلا في سلمان فرنجية وفي كتائب. وفي الكتائب وهذا والمستقلين. هودي لما بيتقاربوا معناتها الوضع المسيحي بيرتاح، وبصير في تفكير برئيس الجمهورية. نعم. أنا برأيي هذا الأمر إذا عانى فيه فياض. هلا أنا بس عندي مأخذ من القول إنه قصة الصلاحيات، يعني مش قصة صلاحيات تعطى لطائفة بتحل المشكلة. الصلاحيات ما بتحل المشكلة، اللي هو الاتفاق بين الطوائف بحل المشكلة. يعني لما بدك تقرري تقولي نحن المهم إنه، شوفي افتح باب طويل بس بدي اختصره بكلام قليل. من 43 لليوم صار في ثلاث مراحل للبنانية، وبقي لبنان موحد بسبب هالمراحل الثلاثة. أول مرحلة 43 كان في صراع بين الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية، وإجا بشارة الخوري مع رياض الصلح، عملوا ما يسمى الميثاق الوطني وعملوا استقلال لبنان. مش الدستور 26 عمل استقلال لبنان، اتفاق بشارة الخوري ورياض الصلح هو اللي عمل الميثاق، يعني اللي عمل استقلال لبنان 43. استمر هذا الوضع تقريبا ل 58. 58 كمان صار في اجى فؤاد شهاب كحل، واجى حل امريكي مصري، يعني كان واضح انه في اقتراح. هذا خلصنا من 58، فتنا بالحرب للطائف. طائف ما نقل المسألة من يد الموارنة ليد الشيعة، أو من يد الموارنة ليد السنة. نقل المسألة من اتفاق ثنائي إلى اتفاق ثلاثي. اليوم مطلوب، كيف ما برمت، مطلوب موافقة شيعية سنية مسيحية على أي خطوة كبيرة في لبنان، من خلال مؤتمر، من خلال اتصالات ثنائية، ما بهم. ولسبب أنا عم أقول، أنا قلق أنه مدام ما في هذا التقارب المثلث، بدي يضل أسأل شو بده يصير. يعني منقوم من عبكرة بالوضع الحالي ما في حوار بين هالثلاثة. نعم. معناتها الوضع صعب والوضع طويل. بس هو تحدث عن هواجس هذه الطوائف والحصول على ضماناتها من أجل الوصول إلى تفاهم معين. مين بده يعطي ضمانات؟ أنا الضمانات الخارجية مش كتير بصدقها، لأنه متبدلة. ولسبب هلأ مثلا اليوم ما عم نحكي عن الانتخابات الأمريكية، لأنه ما بنعرف شو بده يصير. هذه، وحتى إذا صارت الانتخابات الأمريكية ما بالضرورة يلي قالوا المرشح يعملوا الرئيس. نعم. لسبب أنا برجع بقول الداخل بقرب، يعني ما يعني عم تقول من يعطي الضمانات التي تحدث عنها النائب علي فياض؟ هي التوافق الداخلي. نعم.
لما بصير في توافق داخلي الخارج بيصغر امره. طيب. بيصغر اهميته. كيف يمكن الوصول لما بصير بعد بدي اقول لك شغله. يلا. واذا ما صار توافق داخلي بصير بدنا ننتظر حل خارجي. حل خارجي ما فيه. الدول العربية مشغولة بحالها. نعم. والدول الكبرى مشغولة بالمشاكل القائمة. نعم. يعني عم ننسى انه طيب كيف يمكن الوصول الى توافق داخلي يا أستاذ كان؟ كيف يمكن؟ هل هو ممكن اصلا؟ ايه الضرورات. بس كيف اذا كيف بدي بحكم مؤتمر داخلي اذا بدي حافظ على وحدة لبنان. ايه. وعلى دور لبنان ما بيكمل ما بيكفي لوحده. له دور لبنان. ما هو الدور؟ أي. نعم. هذا اذا بدي حافظ بدي اوصل لحل داخلي. طيب. الحل الداخلي انا برايي على الفور كل الدول الخارجيه رح توافق عليه، واذا ما صار حل داخلي ما في حل خارجي بالوقت الحاضر. عم تقول حضرتك هلا يعني ما في لا طائف ولا دوحه ولا شيء، في يا نحن بنقعد على الطاوله بنتفق يا بدنا نضل هيك. ايه واسس هذا الاتفاق. نعم. هو تقارب ما بين القوات و وحزب الله. على شو بده يكون الحوار؟ يعني رح اقول لك شو، رح يقول لك حزب الله اليوم انا كيف بدي اقعد مع القوات؟ انا اليوم عم اقول انه ضمانتي هو سلاحي، وهذا السلاح كل يوم الصبح بيطلع بيان من معرب بيقول انه هذا السلاح هو يعني يخرق الدستور وهو سلاح خارج الشرعيه وسلاح ميليشيا والى اخره. كيف بده يصير الحوار؟ بده يصير اتفاق على السلاح. ما حزب الله رافض الاتفاق على السلاح، يعني بقصد انه في مواقف مواقف حاده وصلبه من الطرفين. على شو بده يصير الحوار؟ هني لانه الطرفين عندهم مواقف حاده ما بيصير اتفاق بدونهم. هلا هني على شو بيتفقوا؟ ايه؟ هو الحوار فيما بينهم. انا ما بستعمل كلمه حوار، هذا مش حوار. شو؟ تفاوض. في فرق بين الحوار والتفاوض. نعم. انا برايي مطلوب تفاوض قواتي حزب الله علني او غير علني، بس هيدا بدايه الحل. طيب ما طرحه علي فياض يعني دفع بعض القوى المسيحيه تحديدا القوات يلي تلقفوا اذا بدك لهذا الطرح، خصوصا بما يتعلق بالتمسك بالسلاح والضمانة ربطا بالهاجس الشيعي كما يقول فياض، بأنه اليوم هذا يعزز ملحم رياش بيقول الاتحادية، كمان عشان جبور بيقول مقاطعات، بس كلهم بيصبوا بنفس المطرح، وكأنه اليوم يحضر لبنان لليوم التالي من قبل المسيحيين على أن يكون مقاطعات طالما في طائفة تريد أن تحافظ على سلاحها، ويحضر من الطائفة التي تحافظ على سلاحها على أن يكون دولة مركزية واحدة. هل قد بعض؟ بدي أسمع رأيك اليوم، اليوم التالي كيف يمكن أن يكون؟ هل أنا لبنان؟ عندي رأي، عندي رأي أنه مش المطلوب اتفاق جديد، مش مطلوب اتفاق جديد، مطلوب إكمال اتفاق الطائف، يعني تطبيق اللامركزية، يعني تطبيق أولاً الغاء الطائفية على الأقل، على الأقل تعيين اللي بيقولوا الدستور. نعم. اللبناني بال95 يلي بيقولوا إنه يجب هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية مشكلة برئاسة الجمهورية. نعم. ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، هودي الثلاثة بيكونوا داخلين. بدك أول خطوة تشكيل هالهيئة. ما عم بقول تلغي الطائفية، بتشكلي هيئة لتدرس إلغاء أو عدم إلغاء الطائفية، يمكن يتفقوا على عدم إلغاء الطائفية. إذا في أول هاي نقطة بالقليلة أنا بقول رئيس الجمهورية الآتي يجب أن يعمل ما لم يعمله الرؤساء السابقون، يعين هذه الهيئة ويعطيها الصلاحيات للبحث مطولا. وعم يعني بتقول أنه ممكن أنه توصل هذه الهيئة إلى عدم إلغاء الطائفية السياسية، لأنه اليوم المسيحيين يعتبر فياض بأنه لا يريدون إلغاء الطائفية السياسية، وهذه إشكالية. لا أنا بجاوب لعلي فياض. شو؟ دغري. وحدهم المسيحيين ما بدهم إلغاء الطائفية السياسية. مين برأيك بده بعد؟ السنة بدهم والشيعة بدهم. بدهم شو؟
عدم الغاء الطائفية السياسية واضح تماما. ولو بيقدروا ما استلموا يعني استلموا ليش ما ألغوا؟ يعني اللي بيقولوا عن الرئيس الجمهورية يجب عمل هالهيئة مؤلفة من ثلاثة زائد الباقين يعني زائد مفكرين وزائد أصحاب رأي. هذه لسبب بقول أول شغلة تشكيل الهيئة الوطنية. تاني شغلة لمركزية لمركزية نحكى عنها لمركزية الواسعة كمان وما نعمل أي لمركزية مش تقسيم ولا فيدرالية. مظبوط، بس المشكل مش على اللامركزية، المشكل أنه كمان يقولون أنه المسيحيين بدهم لامركزية مالية، بينما اللامركزية هي اسمها لامركزية إدارية. قاموا المسيحيين جابوها وقالوا لامركزية إدارية موسعة مالية، يعني لامركزية موسعة ومالية. والمال يا ريتك بلشت بهاي هاي بدها تفسير. إيه؟ لامركزية مش كلمة وما في لا مركزية وحدة. الولايات المتحدة لا مركزية. الولايات المتحدة نظام لا مركزي. فدرالي. ايه نظام لا لا مركزي. ايه لا مركزية اللي نحن بنحكي فيها هي لا مركزية انه بتقوم على مناطق وهالمناطق اللي بتديرها البلديات. يعني التعبير الاولي والاوضح هو البلديات، وهالبلديات اليوم بتجبي الأموال وتبعتهم على وزارة الداخلية بدل ما تجبي الأموال وتصرفهم على المطلوب. نعم. تغيير شغلة أساسية إنه جباية الأموال بتقوم فيها البلديات، ولكن ما بترسخ تبعت هالجباية لوزارة الداخلية، بيكون في اتفاق انه من الجبايات 70% تنقول بيبقى للبلديات و30% بيروح للدولة. اوكي، يعني انه ممكن الاتفاق عليها عم بتقول، بس هن مختلفين بيعتبروا انه المسيحيين بدهم لا مركزية مالية لانه هذه تقود الى التقسيم، نوع من التقسيم. لا لا، هيك بيعتبروا. ما هون النقطة، هون بده يصير في اتفاق. ما هي المالية؟ يعني اذا اللامركزية بدنا نضل نربط اللامركزية بالتقسيم، ما انت ما رح يصير في لامركزية. طيب لننقل للنقطة الثالثة. كنت عم تقول انه تطبيق بداية من تشكيل الهيئات، ثانيا اللامركزية، ثالثا كمان موجودة بالطائف. يعني هاي لازم يصير بدءا بشغلي نروح الى الزواج المدني. هلا هذا موضوع طويل، خليني احكي بس بعد عندي دقيقه عن السلاح. شو بيصير بالسلاح؟ السلاح هو نتيجه هذا الاتفاق، بيتفقوا عليه. انه شو بيصير السلاح؟ شو يعني؟ هل يشرع السلاح؟ في عدة احمدي، في ممكن السلاح يصير ب مع الجيش اللبناني. هلا مش وارده. انا بجاوبك. لا مش وارده، لانه اليوم الحزب صريح بانه هو. قلتي الاحتمالات. ايه؟ اول احتمال ممكن يصير هالسلاح محطوط عند الجيش اللبناني بمعرفه واراده حزب الله. طيب ممكن هالسلاح يستمر، سلاح حزب الله ممكن هالسلاح يستمر مثل ما هو. ايه؟ موجود بس لا يستعمل في الداخل. من يحدد الامره والدور والمين؟ هذا ليك موضوع السلاح مش موضوع بينحل عسكريا. خلينا نبلش من هون. طبعا بينحل بالاتفاق. والاتفاق الاساسي هو بين ما يطرحه القوات اللبنانيه وما يطرحه حزب الله. هل يمكن بالعراق؟ لسبب وحده من الشغلات الاساسيه، اذا بيتفقوا على موضوع السلاح بين القوات علنا او غير علن بين القوات وحزب الله. نعم. انا برايي 50% من المشاكل اللبنانيه بتكون محلي. نعم. طيب سريعا بالعراق ولو انت ليش نطيت عن الزواج المدني؟ واحده من الشغلات السهله بقلك الى معنى بتصير انه ممكن نروح الى دوله مدنيه. وين يا استاذ كريم؟ مين بده يقبل بدوله مدنيه؟ هلا بالاحوال الشخصيه تصير مدنيه، بيعملوا عليها معارك جماعه. بدي يضل احلام. ايه؟ بانه ما رح نضل كلنا
ضحية الطائفية. الطائفية النظام الطائفي ثبت أنه ما بقى بحل المشاكل. نعم يعني عم تقول حضرتك إلغاء الطائفية السياسية تعني أحوال شخصية، قانون أحوال شخصية موحد مثلا، هيك عم تقول أنه هي مدنية وسياسية. طيب خلصنا الحلقة، عم بيقول المخرج أنه خلص الوقت، بس سريعا، مع كثير من الفوارق عارفة، ولكن في العراق تم إذا بدك شرعنة الحشد الشعبي من بعد ما كانوا يعتبرونه ميليشيا الحشد الشعبي، انه صار تابع للحكومه العراقيه. باليوم التالي لبنان، وبما انه هلا عم نحكي عن انه يمكن يكون شيء كثير بعيد، بس انه بما انه عم نناقش اليوم التالي وامكانيه صياغه تفاهم جديد بين اللبنانيين من بعد هذه الحرب، هل يمكن شرعنه سلاح حزب الله بالدوله ضمن على شاكله انه كيف شرعن الحشد الشعبي مع الحكومه العراقيه؟ هي وحده من الحلول. بيقدري واحدة من الحلول. المهم يبدأ الحوار بين الأطراف. هذا الحشد الشعبي بلش وصارت لأنه صار في حكومة وحشد شعبي، يعني عم بيحكوا وما بقول حوار، بقول تفاوض. نعم. يعني كل واحد ببلش بموقفه وبعدين بينتقل للحل. أنا برأيي الحل الطائفي لم يعد حلا. نعم. دولة الطائفية انتهت، بدنا هلأ نجيب دولة مدنية وما في حل تاني. والمسيحيين بقدر ما منقرب هالتاريخ بقدر ما منحل مشكلة لبنان. ايه؟ ما بيعود لبنان مرتبط ولا بغزة. نعم. ولا بغير غزة. وبرأيك أنه المسيحيين بيقبلوا بهذا الطرح المدني؟ أكيد بيقبلوا. أكيد لازم يقبلوا، ما عندهم هواجس المسيحيين خاصة بعددهم ودورهم. ليك مش الهواجس مش بتجي من مين اخد اكتر من مين، بتجي من دور لبنان، مين بيلعب فيه دور اكبر او اقل. نعم. يعني بدنا اولا نعمل لبنان نتفق انه هذا لبنان نهائي مثل ما موجود بالدستور. نعم. ما بخترع شيء انا، نهائي، وهذا لبنان حر مستقل سيد، وهل هيدا وله دور. نعم. وبيصير دوره أكبر لما بيكون في وحدة داخلية، وبيصير دوله أضعف لما بيصير في خلاف داخلي. نعم. نحن في الخلاف الداخلي يجب الخروج من الخلاف الداخلي إلى الوحدة الوطنية. شكرا لك أستاذ كريم بكردوني على هذه الحلقة الحلوة. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله. يعني أكيد بمحطات لاحقة لنشوف مدى هذه الأزمة وأي متى رح تنحل الحلول خاصة. ايه على وأنا مع أنه نكمل يلي إجا بالطائف يلي وافق عليه الجميع. أنا عم بطرح حل عملي. نعم. أنه إيه طائف ما اكتمل، كملوا الطائف، مش تاخذوا قرار جديد. لا ما هو حتى علي فياض عم بيقول هيك، كملوا الطائف. اي انا مع انه في مرحله انتقاليه للوصول الى الطائف. انا هذا موضوع عندي ثابت انه اكمال الطائف، بعد ما اكتمل الطائف تنبلش نفكر نغير فيه. نعم. شكرا لك استاذ كريم مجددا، شكرا مشاهدينا على المتابعه، والى اللقاء.